علي عاد سلطان ورسل عمر هيا الخوان عند الملوك العربان والحبشيين ودبرت علي إمام عند الملوك العظام لقراها ما يزيد كلامك يلفت أمره في الحين السلطان اللي وصليه يعطي من شي اللي يرضيه سيدنا عمر كل شي بين يديه والدراري ديما فرحانين سيدنا عمر جمع مال كتير من الماشية والخير أبا عم واحد الخنزير اللي صوتي حلقشيم صوتي حلقشام رسل لهم جيش رمرام وجام خلف وإمام شمال ويمين ألحقوا لهم ذوك الجهال وبدوا القتال أقتلهم وداوا المال أبقى سيدنا عمر مجروحين اللي رجعوا عند السلطان وخبروه باللي كان احنا قتلنا أصحاب الكهان بقوا في الأخلى منشورين وهو فرح بمدار العيد لبسهم كل شي جديد أشرك بالله الوحيد أخرجهم قاع سكرانين صوتي حكى عنده وزير له شأن وتقدير أم آمن بالله القاهر ومسلم وسط الكافرين الوزير كان خارج مسافر غير مسك خبر من اللي جا وحقق النظر صافهم قاع فرحانين أقل هادي عيد كبير ما في راسيش ولا وزير وديروا هاد الخنزير وياكم تغلبوا المسلمين وهو زاد عنده المشوار لو الوجه وتغير لما نرد له الخبر وساحوا دموع العين الملك معاه تكلم قال له يا وزير حشم وقيل باقي مسلم قد فيك 51 وقال له يا قائد ابقوا في اصحاب محمد وقال له يا قائد ابقوا في اصحاب محمد أبغيت فيهم من جاهد وخان قتل منه ما 20 أقلها بلسانه وكتب قلبه مشغول معذاب لو كان صاب من دمه يشرب حفظه يا معين وقال يا ربي يسر لي يا أمرين في هاد الليلة غادي نسرين أنا هاد الوزير بكر بكري حفظه يا معين أمشى قاصد الغابة في البيتين ولاد الصحابة وقال يا رب الكعبة وريني ولاد المهاجرين شرقت له نجوم وقمر عرفهم صحاب المختار وساحوا دموع العين وسام سيدنا عمر باقي في الحياة وعيط هيا هيات سام سيدنا عمر باقي في الحياة وعيط هيا هيات ستروت في الوليدات حازوا بي لليدين وقبل بي وسار في الطريق العدو يا راسي ما كاين صديق يا ربي يا رفيق كله عوين وهو قبل بي ودخل بلاد دمعو حايف هوان هم اللي وصلوا يا لسيادة قال زوجته يا نور العين قال هذا رجل غريب باب اصحاب محمد الحبيب وقلت يا ناشئ العجيب عندك العود مفضوحين قال يا رب لا يسر له هذا عمله للجلو وبيش سكلوا مع نبينا في جلد عدلين وبدا الوزير يعالج فيه 7 ايام تحلوا عينيه
الوليد يا جبدة يسقسي قالوا ماتوا مغدورين وسيدنا عمر غوت وصاح عبدك ساعات حلت الجراح وعلي وجهه طاح شدوا الوزير في الحيل قالوا يا عمر هذه بلاد الكفار ولا ساقوا لنا الخبر سلموا لهاد الكافرين وقالوا هذه بلاد العجاب أغلى لا ولد يا مسلم أجي صوت يحلق شيما قهر السلاطين يقلوا جيب لي فرح حمام يدي براتي العلي إمام خبروا بولاد الإسلام أهلي ماتوا مغدورين ومشى الوزير يجري عجلها لا جاب له الورشان عزم حلو بلغ العلوان طار الحمام وسار في الحين يوم الجموعة يا حضار مشى قصد بيت المختار المسجد مشاد الخبر وكوّل المهاجرين امشى يجري الوزير عجله جاب له الورشيان عزم علو بلغ العلوان لا طارو حط فوق قصر اللعين يقال الوزير رشاف الله الا شاف وادي الكافر ورماه ابن بلي بغي يتعشاه سيب الرسالة هاد الخيل وسيدنا عمر ساريت لي في القرآن صورة ياسين مع الرحمن يقلو قبلها يا ورشان طار الحمام وسال في الحيل يوم الجمعة يا حضر مشى قصد بيت المختار للصحابة مشات الخبر وبكاوي المجاهدين يحط أمام الحسينيني في المراحة الورشان تمرغ وصح يعرفوا الرسالة جات بالصح جاو يجري ولاد فاطمة بتنين وربي أصابوا برات سيدنا عمار جات من بلاد الكفر المسجد مشات الخبر وبكاوا المسلمين طبع الإمام طبع الإمام قال لهم يا قوم الإسلام أي الله الحركوا لهاد الظلام ما حتى الفني وهم مجموعين الكافر لقى خطاب وقال حركي لا الحرام وياك علي سباب الخراب اشحال الزلم الفراعين ركبوا سيدي دكرياق في ديك الصبحياق واصحاب سيدي زين اسميه محمد زين زين وما اجمو دفعوا البيبان السيد علي في الحرب يبان بامر الله الرحمن خلق لا يسم الشرين اتلقى علي مع عمر والوزير هيا حذار قالوا يا عمر اشكون هذا الرجل منين قالوا هذا وزير ممثل هذا الخنزير قالوا هذا وزير مأمن بالله القاهر كيمثل هذا الخنزير مسلم وسط الكافرين قالوا يا عمار ارشدني رشدك القهار قالوا يا عمر شدني رشدك القاهر صار صوتي حبغيت نسير انا بدي 51 ورا طريق وقبل لا جرد سيف ودخل وصاحبيهم ساحة البطال وفين صوتي حلق جيم
يا قال لو وقف الميدان علي بطل الحربان، اجيت نفدي الشبان اللي ماتوا مغدورين. يا زاد علو قل عظيم وقال له تشاهد بالزعيم ابو محمد سيد الكونين. وتصلي تزكي تعبد الكريم ربنا واحد ورا ما دال تصوم الفرد وتأدي حق المواطنين. والصوت يخرج من الدار قال له يا علي ياك العقار، أشر له الإمام وترى قسمه على طرفين. يا نختم ود النظام بصلاة وسلام على بدر تمام على رسول الله.